كيف غلاك عاشق يا حلوة نهواك علي دوانا دب خلاك معروفة للكل قوية مريم كيف غلاك عاشق يا حلوة نهواك مريم كيف غلاك عاشق يا حلوة نهواك علي دوانا دب خلاك معروفة للكل قوية ديما ربايا للوطن الغالي صبايا غيرك من هو يكون غلايا غيرك يا مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج العصير. حلقتنا اليوم تعتبر هي الحلقه الاخيره في عام 2015. ان شاء الله نكون يا رب قد وفقنا معاكم في الايام اللي فاتت بتغطيه كل ما صار داخل العصيه بنغازي. وان شاء الله تكون السنه الجايه سنه خير وامن وامان وراحه وسكينه على ليبيا عامه وعلى بنغازي خاصه. ندعو دائما في كل صلاه في كل وقت بنصره بنغازي، نصره ليبيا ونصره جيشنا الوطني، جيش اللي يحمي في سماء وأرض وبحر العصية بنغازي. اليوم حنجول بكم في جولة داخل شوارع العصية بنغازي. حنبدوها معكم بزيارة إلى مطار بنين الدولي اللي كلنا ريفنا عليه وريفنا على تجول داخل ساحاته ونشوفوا اللي عنده وين توصلوا في الصيانة. بعدها حيكون معنا جولة مع منظمة طب الطوارئ ونشوف الدورة اللي عطوها للدكاترة الجدد وكيف حيتعاملوا مع هذه الدورة الجديدة اللي تعتبر أول مرة في بنغازي وفي ليبيا عامة. وعندنا اليوم أيضا تحت شعار أطفال ليبيا للسلام كان احتفال رائع جدا جدا جدا، كان في معظم شباب وأطفال وبنات وكانوا كلهم يتنادوا بشعار واحد وهو أطفال ليبيا للسلام. من جولتنا حنشوفوا كشاف ومرشدات ليبيا وكيف كان حفل التكريم من قدام الكشافين ومن الكشافين الجدد سواء كشافة أو مرشدات، والأجواء كانت رائعة جدا جدا جدا. وخاطي طبعا صفحتنا على الفيسبوك والتعليقات اللي جانا عليها حناخذ رأي نجوم مدينة بنغازي من الإعلاميين فنانين مصورين وشعراء في برنامج العصية. جولتنا هذه هي جولتنا اليوم في حلقتنا اليوم من برنامج العصية، وسؤالنا على الفيسبوك موجود عن العمل التطوعي. طبعا صفحتنا على فيسبوك باسم برنامج العصية، ودائما اعرفوا بأن العصية والرسمية منكم ولكم. يلا مع بعضنا وعلى بركة الله نبدأ حلقتنا اليوم من برنامج العصية. مطار بنين الدولي كلنا ريفنا عليه وريفنا على الدخول فيه والسفر من داخل مطار بنين الدولي. طبعا حرب بنغازي وتحرير حرب مدينة بنغازي كان فيها خسائر كبيرة جدا داخل المطار، ولكن الصيانة وصلوا حاليا إلى 98% من صيانة المطار. حنشوف مع بعضنا في هالتقرير كلمة أستاذ أسامة الفرجاني وهو مدير الشؤون الإدارية والمالية لمطار بنا الدولي وشنغال في صيانة مطار بنا الدولي مع كاميرا العصية والزميلة نادين الشريف. عمر فتحي، أحمد جمعة، أيمن عبد الكريم. بالنسبة للصيانة، طبعا الصيانة في ذات المطار كانت يعني بادية من سنة 2013، يعني حتى نسب الإنجاز في بعض المراحل وصلت إلى 98%. صارت الرحلات الخارجية كان جاهزة للفتاح من حوالي سنة، صارت الرحلات الداخلية كانت نسبة الإنجاز فيها تصل إلى 25%، صارت القادمون الرحلات الخارجية نسبة الإنجاز فيها وصلت إلى تقريبا 60 أو 65%. كان مضى صيانة لي في إطار الخطة الشاملة لإدارة المطار، طبعا كانت بدأت في سنة 2013 إلى
قبل قيام الحرب على جماعات الإرهابية في مدينة بنغازي. بالنسبة لوضع المطار في الوقت الحالي، طبعا بدينا في المرحلة الأولى من الصيانة، هي مرحلة حصد الأضرار وتمهيد لعملية الصيانة. هذه من حوالي أسبوع بدأت العمل المرحلة الأولى من الصيانة. وبالنسبة للموضوع الصيانة، أمتى تكتمل أو أمتى يجهز المطار؟ طبعا هذا كله يعني مرهون بتحسن الوضع الأمني في المدينة بالدرجة الأولى، لأن نحن لدينا قوانين طيران مدني هي اللي تحكم في معايير لازم توفر في المطار حتى يتم افتتاح المطار. ممكن معيار المسافة القانونية اللي محددة ما بين إلى 30 إلى 50 كيلومتر مربع لازم لابد أن تكون مؤمنة بشكل جيد حتى يعني تكون هناك ريحية للهبوط والإقلاع الطائرات. كذلك معايير أخرى من ضمنها المعيار الأساسي ونحن مشدين عليه، معيار الأمني. نحن طالبنا مرارا وتكرارا وبشكل رسمي من أعلى هرم في الدولة، مجلس النواب ورئاسة الوزراء ووزارة المواصلات والداخلية إلى آخره، لابد من توفر منظومة أمنية متكاملة للمطار بما فيها الأمن الظاهر والأمن الخفي. تكون منظومة أمنية رسمية بأرقام عسكرية، وهذا شيء نحن مشددين عليه وهذا شيء أساسي لابد من توفر في المطار. بالنسبة للأضرار متفاوتة طبعا، في بعض المنظومات تصل إلى 100%. يعني على سبيل المثال منظومة الاتصالات البريدية والفاكسات نسبة الضرر فيها 100% نتيجة السيارة المفخخة الثانية التي دخلت منطقة برينا انفجرت في البريد مباشرة. يعني هذه بنية السية البريد تضررت بشكل كامل بنسبة 100%. عندنا منظومة إنارة المهابط الهبوط الليلي نسبة الضرر فيها أكثر من 90%. عندنا برج المراقبة نسبة الضرر فيه أكثر من 90%. لكن الحمد لله نحن يعني دايرين احتياطاتنا وإن شاء الله يعني الأمور حتكون مبشرة إن شاء الله بإذن الله تعالى لو استمر الوضع على ما هو عليه. والله هناك جهات أبدت استعدادها لكن إلى الآن لم يصل شيء رسمي. نحن حتى لجنة الأزمة أبدت أنها تستعد ولكن لم تتواصل معنا حتى نعرف ما هو المبلغ المخصص للمطار، لأن على ضوء المبلغ المخصص نستطيع أن نحدد الأولويات شنو نقدر نصينه في أشياء أساسية وفي أشياء مكملة. على ضوء المبلغ المخصص للمطار نقدر نتحرك به، لكن أي شيء أخرى يعني شركة مثلا ليبيان أبدت بشكل شفهي، شركة مدار بشكل شفهي، بعض رجال الأعمال، لكن كله بشكل شفهي لم يصل إلى شيء رسمي بالخصوص. والله طبعا لدينا مشاكل عديدة، من ضمنها مشكلة النازحين، من ضمنها مشكلة المواصلات، مشكلة الأمن. يعني حتى الموظفين الذين يأتون المطار يطلبون مثلا ضمانات أو تأمينات. في نفس الوقت المواصلات لدينا مشكلة في المواصلات، فممكن وجهنا رسائل رسمية بخصوص الحضور مثلا بشكل مثلا شبه يومي، ممكن حددنا 3 أيام في الأسبوع وكذا حتى نحاول يعني عودة الحياة بشكل تدريجي شيئا فشيئا إلى أن تعود الحياة إلى مسارها الطبيعي إن شاء الله. جولة كانت رائعة جدا جدا، ونتمنى بإذن الله تعالى في 2016 تكون رحلاتنا كلها من داخل مطار بنين الدولي وترجع الحياة داخل العاصية بنغازي وتعاود كيف ما كانت وأجمل، ولكن دائما خلوها بالدعاء الصادق من القلب للقلب الحبيبة بنغازي. منظمة طب الطوارئ داروا دورة للدكاترة وقالوا لازم نعطوهم دورات كيف تعاملوا مع الطوارئ، بأن الأيام هذه ما زاد بنغازي في حرب التحرير كيف يتعاملوا مع الحاجات الخاصة اللي تجيهم بسرعة وكيف إن هم يعالجوها سريع سريع. شوفوا مع بعضنا في هالتقرير وكيف كان زميلنا حسين العدلي قاعد معاهم داخل هالمنظمة وشاف كيف هالدورة، وإن شاء الله حتى هو يكون استفاد منها كيف ما نحن بإذن الله تعالى حنستفيدوا منها. ومعاك في هالتقرير
احنا جمعية ليبية لطب الطوارئ، أسسنا جمعية من سنتين. الهدف من جمعيتنا تطوير طبيب الطوارئ والتوعية بدور أهمية دور طبيب الطوارئ في المستشفى. طبيب الطوارئ هو اللي يشوف الحالات الطارئة في أول ما تدخل للمستشفى، يعني نحن الأول واحد يشوف المريض. مفروض الدكتور اللي يشتغل الشغل هذه لازم يقعد عنده كاريزما معينة، شخصية معينة، لازم يكون سريع البديهة، يعرف كيف يوصل التشخيص، يعرف إيش الحالات اللي ممكن تكون مهددة للحياة يلتقطها بسرعة ويعالجها بسرعة. فطبعا نحن تخصص زي هذا لأنه جديد ما عندناش أساتذة فيه وما عندناش من يدلنا، ففكرنا في تأسيس الجمعية هذه وعشان نتعاونوا مع أطباء من جميع التخصصات بشي يقرونا مثلا الإمرجنسي أو طوارئ متاع كل تخصص. الشهر اللي فات نهاية الشهر اللي فات درناها في طرابلس، في كان في مركز طرابلس الطبي، وكانت حلوة جدا وناجحة ما شاء الله. كان العدد مش بالحضور لليوم، العدد اليوم ما شاء الله في ناس جاية من طرابلس، في ناس جاية من الغرب، من زليتن، من البيضة، من المنطقة الشرقية. العدد ما شاء الله اليوم وساعيين في وحدة إن شاء الله في البيضة، وكل إن شاء الله كل شهر هيك شهرين. اليوم نعاون في الدكاترة التعيين الطوارئ على أساس نساعدهم على دراسة الأشعة من ناحية الأفلام والحالات الطارئة كيف يشوفون، خصوصا حالات الحوادث وحالات الإصابات الجبهة. وإن شاء الله دايرين نديروا في مجهودنا مش نحسنوا الخدمات الطبية اللي يقدم فيها القسم بالنسبة لقسم الطوارئ وبالنسبة للمستشفى مركز بنغازي الطبي. ربي يوفق جميع الدكاترة وكل من هو يحب العصية بنغازي ويختمها بكلب ورب. إن شاء الله ربي تكون طوارئنا في الأيام الجاية طوارئ خفيفة نوعا ما، ما تكونش فيها يعني أثار كبيرة جدا 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 من أجل جيشنا وشبابنا ونسائنا وكل مواطن داخل العصية بنغازي. أطفال ليبيا للسلام، هالشعار حملناه مع بعضنا، وكان لي الشرف بتقديم هالمهرجان اللي كان أكثر من رائع. في رسالة حلوة حنشوفها في هالتقرير بأن الضيك المقطوع على المسرح انقطع مرتين، ولكن من ميزات البناغزة والعصية بنغازي وأن رغم الألم ورغم أي شيء نحن موجودين. قدمنا هالحفلة وشفنا شباب المنتديات وفرق الموسيقية ومن المدارس واللي جاوا من الروضة ونجوم وفنانين، كلهم جو داخل أجواء كانت مظلمة ولكن الصوت كان موجود، وهو صوت أطفال ليبيا وصوت السلام داخل عصية بنغازي. بعدها طلعنا مسيرة كانت حلوة جدا جدا، تعالوا نشوفوا كيف كان مهرجان أطفال ليبيا للسلام. مشاهدينا عصية، أهلا وسهلا بكم من داخل عصية بنغازي ومن مسرح الطفل الخاص طلب. اليوم نحن في احتفال مهرجان أطفال ليبيا للسلام بإدارة الأستاذة سما البركي من منظمة نسائم ليبيا. اليوم احتفال رائع جدا جدا جدا، كلمات من مجلس البلدي وحضور من فنانين ومنظمات المدنية وفرق الطفولية كثيرة جدا. بعد هالحفلة حيكون عندنا مسيرة حاشدة من هذا المكان مسرح الطفل اللي عند ساحة الكيش. كلنا لابسين تيشيرتات مكتوب عليها أطفال ليبيا للسلام عشان نوروا العالم أن ليبيا وبنغازي فيها حياة، وبنغازي كما احنا دائما شعرنا برامجنا تحارب الموت بالحياة. مع بعض حنشوفوا حفلتنا اليوم وأجواءنا أروع ما يكون من داخل عصية بنغازي. من باتو أمي
اكيد تحيه للجميع. انا ما بديش اذكر اسماء معين الا ما شاء الله اصحابنا واحبابنا واجزين فربي يحفظهم جميعا. ولكن احب اتقدم بالشكر للشخصيه اللي تهز على قلبي مش رفاء المجلس البلدي الاستاذ ونيس المجبري اللي دائما موجود معنا في حفلاتنا في حفلاتنا وداخل مدينه بنغازي. تحيه كبيره له وتحيه للاستاذ ناصر الماجي منسق هيئه الاستثمار في مجلس البلدي بنغازي. شكرا لمنظمة نسائم ليبيا على هالمهرجان الرائع جدا جدا جدا، والأجواء كانت حلوة، يعني كان فيها رسالة واضحة وما زلنا نواصل في رسالتنا بأن بنغازي تحارب الموت بالحياة. رب يحفظ كل عرب بنغازي وكل شباب مدينة بنغازي. دوينا على الشباب وعلى العرب مناحة ندوة على كشاف ومرشدات ليبيا. الكشاف داروا حفل تكريم جميل جدا من الشباب الصغار والبنات الصغار ومن القدامى. طب احنا داخل كشاف في الفتيان والفتيات والمرشدات والجوالة والبحرية والقدامى الكبار، جمعنا كلنا داخل هاليوم، وكانت كامة العاصية موجودة في هالحفلة طيبة جدا اللي قدموا فيها لمسة وفاء لكشاف ومرشدات ليبيا. تعالوا نشوفوا كاميرتنا شنو وصلت في هالتقرير. شباب ليبيا خلال المرحلة السابقة والتي استمرت حتى وقتنا الحالي. فنجد أن هؤلاء المجموعة التي كان لهم دور أساسي في بناء اللبنة الأولى للحركة سواء كان الكشافين والمرشدات، ساهموا في بناء جيل له بصمة في الوقت الحالي، فشكرا لهم على هذه المجهودات وهذا العمل القيم. وإن شاء الله بعون رب العالمين أن يستمر هذا التكريم للأجيال القادمة إن شاء الله. نمشوا للبحر مع القادم نبغى الناس اللي مسؤولات الدولة وخاف الله يتمنى
هذا الحفل التكريمي الرائع الذي يدل على الوفاء وعلى البذل وعلى النفسية الطيبة والروحية السليمة والمواطنة النزيهة. هذا حفل تكريم لمن بذلوا الجهد وبذلوا النفس وبذلوا المال في سبيل تطوير الحركة الكشفية في ليبيا على مسيرتها الطويلة التي ناهزت 60 عاما، فهي مسيرة طويلة لم تنطلق من فضاء أو من فراغ، ولكنها انطلقت وتقدمت ووطدت أرجلها على الطريق بجهد أولادها وبناتها ومنتسبيها ومنتسباتها على مدى أجيال وأجيال. فلهم جميعا نتمنى التوفيق والسداد والسلام عليكم. نعدوا للقاء حضرة ونجازة تكبار، ونجازة تكبار بلادي ماضيها جبار يا خوتي. مريت كيف غلط، وكيف ما نقول دائما شعارنا في الكشافة كشاف مرة كشاف للأبد. طبعا تحية كشفية طيبة لكل شخص موجود داخل الكشافة، إنه هو يقدم في عمله بحب وولاء وعطاء لليبيا عامة وبنغازي خاصة وبدون أي مقابل. نمشي مع بعضنا ونشوف فقرتنا اللي كلنا طبعا متعودين إن نحن تواصلوا فيها معاكم، فقرة الفيسبوك. الفيسبوك طبعا هي أكثر فقرة وصلنا بينا بين بعضنا، وانتم عارفين بأن صفحتنا على الفيس باسم برنامج العصية. سؤالنا كان اليوم عن العمل التطوعي، هل شايفين إنه هو ينفع بالإرادة بروحها أم لازم يكون إرادة ومال؟ في ناس قالوا إن لازم المال شيء مهم، وفي ناس قالوا إرادة بروحها مهمة، وفي ناس قالوا كلام وكلام. نبدأ بتعليقاتنا اليوم. طبعا قبل ما نبدأ بقراءة تعليقات الفيسبوك، نحب نوجه تحية لكل من يراسل فينا على الفيسبوك. لصفحتنا وصلت فوق 2500 في الأيام هذه، بارك الله في كل أصدقائنا على الفيسبوك، لكن ما نبيش حد يزعل منا. في بعض الناس قالوا نحن نديروا في تعليقات وما تقروش فيهم. لما نزلوا بوست يعني فضل عند الله عز وجل يوصل تعليقات ل 85 و90 و100 تعليق في السؤال، فنحن صعب نقرأ التعليقات هذين كلهم طبعا لوقت البرنامج، فنحن نختاره كعشوائيا مصدق، مش مثلا باختيار معين بعض التعليقات، لكن الباقي موجود داخل الصفحة. فشكرا من جديد لكل من تواصل معنا. حنبدوها معاكم بأول تعليق من صديقتنا الدائمة أيوتي الجوهري. قالت أيوتي، قالت هاشتاج العمل التطوعي بالإرادة. قالت العمل التطوعي أحد أهم المعالم الحضرية لأي وطن أو مجتمع، وليس من المبالغة في شيء هو القول بأن مقياس حيوية المجتمع وترتبط برقي الأفراد والمؤسسات في العمل التطوعي. قالت في المقابل هناك الإيجابيات والمكاسب التي يجنيها المجتمع والفرد من العمل التطوعي. العمل التطوعي يكسب الإنسان الحيوية والنشاط، والعمل التطوعي طريق لنيل محبة الناس. قالت يشبع العمل التطوعي عند الإنسان أثناء اشتراكه في الأنشطة التطوعية كثيرا من حاجاته الاجتماعية والنفسية، مثل حاجته إلى التقدم والنجاح، والحاجة إلى الانتماء، والحاجة إلى الأمن، والحاجة إلى تأكيد الذات. فاللهم أجعلنا من أهل الخير وتطوع لخدمة المجتمع. وقالت شكرا، رح نقولها عفوا يا أيوتي. من محمد، محمد قال الإرادة طبعا، وإذا كانت إرادتك قوية فلن يوقفك أي شيء. واثقة العبيدي قالت طوع يعني الإرادة أولا، ولابد من مال ودعم مادي ليستمر العطاء. أنه جوين قالت أكيد الإرادة، لأن العمل التطوعي يبي إرادة قوية وبعدين نحتاج إلى المال. أكيد الآراء
طبعا في يقول لك لا الإرادة بروحها لازم، في يقول لك المال بروحها لازم. في من عازت إجابته بصورة مثل صديقتنا منال شعيب، قالت لماذا العمل التطوعي؟ لأن العمل التطوعي يساوي خدمة زائد متعة وتطوير المهارات الشخصية، القيادة، الاقتناع وتنظيم الوقت، بناء العلاقات وفهم الآخر والتعامل مع التناقضات. وقالت العمل التطوعي تأهيل رائع للإنسان. شكرا لك يا منال على الصورة الرائعة وعلى التعليق الرائع. فاطمة التركي قالت كوني متطوعة في أكثر من مؤسسة، فأنا أرى من وجهة نظري أن المتطوع لابد أن يكون مؤمن بالفكرة بأنه يؤدي عمل لصالح الآخرين بدون مقابل أولا، وأن يكون متطوع على قناعة بأن عمله خالص لوجه الله عز وجل، وأن يكون النية طيبة في إنجاز العمل المنوط به، ثم بعد ذلك يأتي الإرادة السليمة في التخطيط الناجح للعمل ومن ثم المال. معزة إجابتها بصورة يدين مسكت بعضهن وقالت التطوع لخدمة مجتمعك هو أيضا مسؤوليتك. شكرا لك يا فاطمة على هالتعليق. أسلومة المغربي قال العمل التطوعي يبنى على الإدارة وحب التعاون قبل المال، وكل شيء مع الإرادة نستطيع فعل أي شيء. شكرا لك يا سلومة وتقييم سلومة لأول مشاركة لك، ونشرك على وجودك معنا في الصفحة. مجدي محمد قالت الإرادة ومن ثم المال. هويد العقوري قالت أكيدا الإرادة وبعدها المال. جوجي العقوري قالت الإرادة ثم المال، فلا وجود للمال بدون إرادة. مفتاح مسلم قال يحتاج عزيمة الرجال وصدق النوايا، إذا توفر ذلك سنثمر المجهودات التطوعية. من نجاح الصعيطي قالت أهم شيء الإرادة بعدين يجي في الأخير المال. عمر جمال قال الإرادة ثم المال. حاجة فريحة، حاجة فريحة نقول لك ربي يطولنا في عمرك ربي، أنت دائما صديقة موجودة معنا دائما، قالت أكيد الإرادة أولا وبعدين المال حتى يستمر العطاء. نونا العسولة قالت الإرادة ثم المال. من صديقنا طارق غالي، طارق نقول لك أهلا وسهلا بيك في صفحتنا ونورت أخي طارق، قال بالإرادة تكون الأعمال ومن الأعمال يأتي المال. أم تميم الشيخي قالت الإرادة والضمير الحي الغيور على البلاد. الأمل في الله قال الإرادة، بين قوسين من يحب صعود الجبال يعش أبدا الدهر بين الحفر. من أميرة بن غشير قالت يحتاج إلى عمل جماعي وإرادة ومال. يونس المغربي نقول لك شكرا لك على تعليقك، ولكن أكيد نشكرك على المداخلة أولا ووجودك في صفحتنا، لكن شغلنا شغل طيب وشغل أكيد يوصل للناس رسالة مش دفنجي كيف ما انت قلت. رأيك يحترم يا يونس وبارك الله فيك على التعليق. عيشة المقريف صديقتنا الدائمة وأحد نساء مدينة بنغازي اللي أثبتت بأن بنغازي فيها نساء تقدم في عمل وعطاء، قالت الإرادة صحيحة والمال سهل وربي يوفق الجميع. إسراء بن خليل قالت أول حاجة الإرادة بعدها المال، لأن العمل التطوعي اسمه فيه، ولازم تكون إرادة قوية وتكون النوايا صادقة. العمل التطوعي ما يكملش إلا بالإرادة. قالت إسراء تحياتي لك أستاذ الغالي محمد شركس، وتحياتي لجميع طاقم العمل خلف الكواليس، وتحياتي لبرنامج العصية، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح. أنا نقول لك شكرا يا سريوة بارك الله فيك. طبعاً سريوة من أحد بنات فرقة من تحديد التمثيل والموسيقى، هذه أول مشاركة لها معنا اليوم، فنقول لك يا إسراء بارك الله فيك، ربي يحفظك يا رب إن شاء الله. جميلة جمال قالت الإرادة والمال. أمل الحياة قالت المال أكيد شيء مهم في العمل التطوعي، بس إذا كان ما فيش إرادة ما فيش داعي من العمل التطوعي. صمتي غاية قالت الإرادة أكيد مش كل حاجة المال. عايشة فلاور قالت الإرادة، إذا كان في إرادة يأتي المال ورب يوفق الجميع. ميمي بنغازية قالت الإرادة وبعدها المال. وآخر تعليق من هدى المنفي قالت العمل التطوعي يحتاج إلى تعاون والإرادة والعزيمة والنية الصادقة والضمير، وإن يكون خالص لله عز وجل لا لأي شيء يعني بدون مقابل. وشكرا على السؤال فهو أعجبني.
شكرا لك يا هدى المنفي، كنت اليوم اخر تعليق معنا. طبعا نشكر كل من علق في الصفحه، في حوالي 104 تعليق في صفحتنا حاليا في وقت هذا، فنقول نعتذر من كل ما قلناش تعليقه، بس اكيد دخولكم في صفحتنا هذا دليل على حبكم لبرنامجنا. ربي حببنا في بعضنا، قولوا امين. دوينا على حبكم في برنامجنا وعلى تواصلنا معكم. اليوم بما احنا اليوم الحلقه الاخيره في 2015، ما تخافوش ما زلنا قاعدين معكم. نزلنا بكاميرتنا ومشينا لنجوم مدينة بنغازي، من الفنانين الشعراء الإعلاميين، من حتى نساء المجتمع المدني. أنا أتمنى ننزل معكم داخل الشوارع ونسأل رأي الناس، بس خايف من الناس يقول لك شركة طالع يلمع في برنامجه، لكن رأيكم هو ما بيش يقوله هو دليل على نجاح في برنامجنا، لكن هو ممكن لمسة اللي حتورونا هل شغلنا وصل عندكم أم لا. كاميرتنا حتورينا حاليا رأي شباب من بنغازي في برنامج العصي. تعال مع بعضنا نشوفه، إن شاء الله يكون يا ربي تعليقهم وردهم على سؤالي يكون رفع من معنويات جميع فريق العمل في برنامج العصي. مشاهدينا الكرام، معاكم اليوم من داخل بيوت الشباب في هالاحتفال الرائع بمؤسسة أحباب الله للأسرة والطفل والأعمال الإنسانية، حقوق توعوية خيرية، هذا هو شعارهم اليوم. نشوف بكامة العاصية اليوم شنو الأجواء اللي قادة، كيف الأجواء المولودة، شنو الرسالة حيوصلوها اليوم للمشاهدين عبر تلفزيون ليبيا الرسمية وبرنامج العاصية. سفيان بطيغان كاتب كلمات برنامج العاصية. سفيان أنا سلام بك. مرحبتين بك، أنا سلام بك. سفيان شو رأيك في برنامج العاصية؟ بصراحة نقلة نوعية في البرامج الشبابية داخل ليبيا، برنامج حلو، برنامج هادف، برنامج يعبر عن الروح البنغازية. شنو تقدر لك كم بالمية؟ والله شوف، مش أنك صاحبي ومش أنك إنسان غالي علي، بس برنامجك حاليا يعني لو نقول لك 100% من الابداع ومن التالق مش حنوفيك حقك. بالنسبه للبرنامج لا قوه الا بالله، عجبني يعني. كم المية تقدره؟ يعني تقديريا هيك، تقديريا 80%. الله عليك. شنو اكثر حاجه عجبتك في البرنامج؟ شنو نقول لك، كيف ما تقول حافز الشباب، والله فقرات حلوات ان الحق في. كم تقدم من 100 كم تعطيه؟ كم تقدمها من 100؟ 75. برنامج العصية ما شاء الله، الله أكبر، بدون مجاملات برنامج رقم واحد في مدينة بنغازي. والله برنامج العصية نحتر برنامج الوحيد نتفرج عليه، لأنه ما عنديش وقت إلا الخميس وما شاء الله عليه. شنو الشيء اللي التمستيه في برنامج العصية؟ والله نقول لك برنامج العصية أن اللي عجبتني فيه لام كل حاجة، يقدر يعني الشياب يتفرجوا، العجائز، الأطفال، يعني بجديات الله أكبر عليه.
شفت الجمعة اللي فات كان في عرض اللي كنت لابس بدلة عربية وكنت تجول على الميلود والقناديل والحلقة رائعة بكرة بصراحة يعني. ونشكر كم تقدم المية البرنامج؟ 80% باش ما نقولش 100%، 100% كمال لله طبعا. برنامج العصيدة عصية كم تعطيه بالمية؟ اسمعني مش انت صاحبي ما نجملش، برنامج حلو خلاص هذا كبير تبقى فيه الناس كلهم، مش عشان انت تقدم فيه، عشان انت راجل مش عادي وعندك محبوب وعندك ناس يحبوك واجد، فلذلك برنامج جح هالي تفرج عليه والناس كلهم تفرج عليه، وفي كم احتفالية صورتها برنامجك اللي ما هوش عادي وربي يحفظك يا طيب. شكرا لكل اصدقائي وزملائي، وبصدق بصدق راهو هذه امانه نحاسب عليها يوم الدين، ما فيش اي واحد قلنا له شنو تقول او اعطينا رايك، وكنتوا كلكم ممكن شفتوا في التقرير قالوا مش عشان انت صاحبنا، لكن هذه امانه بنوصلوها لك بيننا وبين الله كما نقولوا بالعاميه. شكرا لكل من تواصل معنا عبر برنامج العصي، وبصدق راهو المجهود اللي نقيمه اللي يقيموا به ستاف العمل كله في العصيه راهو اكثر بكثير مما نحقوا فيه في الشاشه. فسر نجاح البرنامج يبدا من الاعداد، من التنفيذ، من الاخراج، من التصوير، من الاضاءه، من الاداره، من كل واحد يقدم حاجه في برنامج العصيه. هو اكيد من غير جميل، ولكن هذه رساله نبي نوصلوها لكل من يشاهد فينا عبر شاشه ليبيا الرسميه، شاشه كل الوطن. نتمنى يا رب باذن الله تعالى في نهايه 2015 تكون هالسنه مشت بخيرها وبشرها، وما نبش نتذكر مساوئ هالسنه. في الحلقه الجايه لو ربي اعطاني واعطاكم عمر حيكون معنا حلقة خاصة عن حصيلة ما قدمناه في برنامج عصية في سنة 2015. اليوم نهاية 2015، وبكرة بإذن الله تعالى حيكون 1/1/2016، وجانا يوم 1/1 في يوم الجمعة.
إن شاء الله رب يكون هاليوم يوم بركة ويوم خير ويوم سعادة، ونتمنى من كل مصلي في صلاة الجمعة بكرة بإذن الله تعالى يتذكر بنغازي بالدعاء، الدعاء لبنغازي، لليبيا، لجيشنا، للنازحين، للمحتاجين، للمرضى، للشهداء، للشرفاء ليبيا عامة والعصية بنغازي. في هالسنة أنا نحكي عن نفسي شخصيا، نتمنى حاجة واحدة، أن تعاود ليبيا وتعاود بنغازي كيف ما كانت وأحسن، بيكم وبينا وبكل واحد شريف يبني هالمحبوبة المعشوقة العاصية بنغازي. حلقتنا اليوم انتهت، وصلت معاكم لختامها، ونتمنى يا رب نشوفكم بإذن الله على الحلقة الجاية، وكلنا على خير وعلى سلام، وإن شاء الله تكون الحلقة الجاية نغيروا مودها من حصيلة 2015 إلى حفل تحرير مدينة بنغازي. ما نندروا، بلكي السنة الجاية يكون تحريرنا بأسرع ما يكون. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم. كيف غلط عاشق يا حلوة نهوان علي دوانا دخلان.